دائما مستمعينا، معكم على أصوات وفي قصة نجاح. اليوم أكيد في كل حصة كنتعرفوا على واحدة من المستمعات والقصص ديال الكفاح، ديال المثابرة، ديال النجاح، وكيفاش حققتي الحلم ديالك. لاله أكيد إيديال كتعطيكم هذه الفرصة من خلال فقرة قصة نجاح. ما عليكم غير أنكم تقاسموا معنا القصص ديالكم مستمعاتنا الكلمات عبر الواتساب وعبر رقمنا 07 01 01 86 86. ان شاء الله كل مستمعه كتشارك معنا من خلال فقره قصه نجاح كتفوز معنا مجموعه بمنتوجات ايديال، واكيد في اخر المسابقه دمليج من الذهب الخالص كيتسناك. لاله ما عليك غير انك تشاركي وتضعفي الحظوظ معنا للفوز. مستمعينا، قصه نجاح هي قصه الهام، قصه اللي كتعطينا كل ما هو ايجابي حول الكفاح والمثابره، وكيفاش كل سيده امراه وجده امراه مغربيه قادره انها تحقق الحلم ديالها والحلم ديال الاسره ديالها. اليوم قصتنا غادي تكون مدينه الدار البيضاء مع المستمعه ليلى. اهلا بك ليلى، اهلا اختي هاجر، اش كيفك؟ اخبارك؟ لاباس لاباس عليك؟ عليك، الله يحفظك، الله يكبر بيك. مرحبا بك معنا على اصوات ليلى. انت اليوم غتقاسمي معنا القصه ديالك ليلى، قصه النجاح ديالك من بعد ما انقطعتي على الدراسه وانك تزوجتي. تفضل ليلى نسمعوها معك. اول حاجه انا القصه ديالي مسميها القصه ديال الكفاح وطموح، حيت صراحه الله كافحت بها بواحد الطريقه وبواحد المجهود اللي عجيب. نعم. اول حاجه انايا بديت كملت الدراسه ديالي تقريبا حتى البكالوريا، وكانت واحد الظروف اللي شويه صعبه بحكم ان الوالدين ديالي كانوا على قد الحال، ويعني حاولت قلت انني خاتني نحقق ذاتي، خاتني ما نعتمدش غير على، حيت شحال من حاجه كانت كتخصني، يعني كنلقى صعوبه باش انني نحققها بحكم الظروف اللي ما كانتش معاونه. صافي، اول حاجه بديت فكرت انني خاصني ندير شي حاجه. اول حاجه بديت بها جاتني واحد الفكره انني ما نضيعش القرايه ديالي ونخدم. صافي، بديت بواحد الفكره في راسي، قلت غادي نبدا بشي حاجه اللي غاتجيني سهله، اللي اومان طور كون في الدار نركز على دراستي وندخل منها واحد المدخول. جاتني فكره انني ندير شي حاجه اللي هي تقليديه بحال الحاجه اللي كيتصايبوا في الدار، طياب الدار، الخبز، المسمن، الرغيف، هكا حويجات اللي كيكونوا تقليديين في الدار، يعني نخدمهم ونحاول انني هكا نتواصل مع الناس اللي كيكونوا هكا خدامين وهذاك الشيء نخدم معاهم. صافي، بدات الفكره بحال هكا بشويه بشويه، بقيت هكا لقيت اللي كيكون عندي الوقت خاوي، كنصايب حويجات، كان الناس العائله اللي قرابين ليا يعني عرفوا بانني بديت كندير هاد الحويجات، بديت الحمد لله كنخدم هكا. صافي، هكا بشويه بشويه الناس اللي كنعرف ولاو كيقولوها الناس اخرين. بديت دقه دقه، كنصايب حويجه هكا حويجه من هكا، كنتواصل مع الناس كنبيع ليهم، اللهم لك الحمد. بدا هذاك بحال قلتي هذاك المشروع الصغير بدا كيتطور شويه بشويه. صافي، واحد المره النصيب ديالي تلاقيت مع واحد السيد اللي غادي يولي ليفري ليا، نطق هو الزوج ديالي الحالي. حكيت لي يعني القصه ديالي كيفاش راه بديت بشويه وهكا، قال لي يعني حتى انا يعني تقريبا كنت شاركه اليوم نفس الطموح ونفس الفكره، اللهم لك الحمد صدق هو النصيب ديالي، تزوجنا درنا وليدات كبرنا المشروع، اللهم لك الحمد اللي حققنا من خلاله دابا انني درت الدويره ديالي، يعني وفرت بزاف ديال الحويجات، واهم حاجه في هذه الحاجات كاملين انني عاونت والديا، ويعني وما ترددتش انني كنت خاصني نسامح في قرايتي، يعني قريت وفي نفس الوقت خدمت وحققت ذاتي وحققت بزاف ديال الاهداف. هذه هي القصه ديالي، وبغيت زعما نعطي واحد النصيحه، ان الانسان ما عمر شي ظروف ولا شي ضغوطات تفشلو ولا تحبط ليه داك الطموح ديالو، يعني بنادم غير يصبر ويبدا غير بشويه راه غادي يوصل ان شاء الله. تبارك الله عليك ليلى، قصه ديالك ملهمه جميله جدا، قصه ديال النجاح والمثابره. كيف ما تكلمتي على انك انقطعتي من القراءه والدراسه ولكن بقيتي مكافحه على اساس انك تحققي ذاتك. اليوم كنقول لك تبارك الله عليك، ونتمنى ان القصه ديالك تكون ملهمه لمجموعه من السيدات اللي كيستمعوا لنا
هذا الصباح اكيد على اثير راديو اصوات ليلى من مدينه الدار البيضاء. كنبغي نقول لك الف مبروك بالصحه والراحه مجموعه منتوجات ايديال، واكيد كتدخلي معنا لسحب القرعه في نهايه المسابقه للفوز بدمليج من الذهب الخالص. فالف مبروك ليلى.